يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حضر أطفال صغار إلى المسجد للصلاة وجلسوا في روضة المسجد، فقام أحد الجماعة بإرجاعهم إلى الصف الثاني، فهل فعله هذا جائز؟ إذا كانوا مميزين تصح منهم الصلاة فلا يجوز إقامتهم من مكانهم، لكن بالإمكان أن يفرق بينهم لئلا يحصل منهم لعب، يفرق بينهم، يكون رجل بينهم أو رجال بينهم، ولا يطردون من الروضة وهم متقدمون إليها. نعم.